أمسيكم بالخير وأهلا وسهلا فيكم في بيت كل الأردنيين. مضارب الهاشميين اليوم عامرة بوجودكم أهلنا وعشيرتنا. اليوم نفرح بالحسين. فخور بالحسين بعزيمته بطموحه الكبير لبلده. شكرا لكم ولكل أبناء شعبنا على مشاركتنا هذه الفرحة. وصول جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ترافقه جلالة الملكة رانيا العبد الله إلى قصر زهران العامر. فما أعطره وأبهجه من مساء، وما أشبهه بالصباح لما فيه من ضياء، وما أعظم فرحة أبي الحسين فيه، وما أسمى حلو الأب بكل معانيه. فهنيئا لأبي الحسين بولي عهده ونور عينه ونتاج تربيته، وهنيئا لأم الحسين بمن أرادته سندا لأبيه ووطنه وأمته. وهنيئا للأردن العظيم بابنه البار وريث الأخلاق والشيم عن أسلافه الأطهار، طيب المعشر وجابر الخواطر، شأن أبيه وذويه وأجداده الأكابر. ومبارك زواجه بكريمة الأصل وحسيبة الأهل، محبوبة أبيها وغالية أمها، رجوة اللطف والود ووجه الخير والسعادة.